اتوقع ان تكون مباراه جيده ما بين فريقين جيدين. يمكن حسنيه اغادير بيحتل وصافه الدوري المغربي، وده معناه ان هو فريق قوي وفريق بيقدم كره جيده. نادي الزمالك بيحتل قمه الدوري المصري بعد فوزه على سموحه في منذ ايام. اتوقع هتكون مباراه قويه ما بين فريقين، كل فريق بيسعى ان هو يحقق الفوز في هذه المباراه. حسنيه اغادير هيستغل طبعا ارضه والجمهور، عايز يحقق نتيجه طبعا ايجابيه تسهل المهمه بتاعته في مباراه الاياب اللي هتقام في السويس. الزمالك طبعا جاهز برضك انه يقدم مباراه قويه، رغم ان في غيابات مؤثره زي فرجاني ساسي وحميد احداد وكهربا وغيرهم، لكن الزمالك جاهز جيدا لهذه المباراه، وان شاء الله نشوف مباراه كويسه تليق بالكره المصريه والكره المغربيه، ونشوف روح رياضيه موجوده داخل الملعب وفي المدرجات ايضا. مباراه مهمه بالنسبه لنا جدا، واحترامنا الشديد لفريق حسنيه اغادير، عارفين ان هو فريق قوي ومحترم بيلعب في وسط ارضه وجمهوره، انما نادي الزمالك بيلعب على البطوله، واعتقد ان مباراه بكره هي مفتاح البطوله. اللي هيكسب في مجموع المباراتين هو اعتقد اللي هيتاهل للنهائي.